كابتن سامي الف مبروك الفوز، فوز مهم جدا، الحفاظ على الصداره تاكيد صدارتنا خاصه في ظل ظروف صعبه من تلاحم مباريات وعندك لعيبه مصابه وعندك لعيبه كمان عايز تريح. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي، مباراه زي ما انت قلت مباراه مهمه بالنسبه لنا، وثلاث نقاط تقربنا على تبعدنا عن اقرب منافسينا يعني، فاعتقد الحمد لله اجابات كتيره النهارده سواء على المستوى الفني بقى وعوده كهربا واستمرار كهربا للتهديف ومحمد شريف للمباراه الثانيه على التوالي برضه بيسجل، فاعتقد الحمد لله دي من الحاجات الايجابيه يعني. كابتن سامي يعني اتعاملتوا مع المباراه ازاي؟ طبعا احنا شفنا في الملعب ولكن كان تفكيركم ازاي قبل المباراه خاصه ان 48 ساعه ما بين مباراه فاركو ومباراه سموحه وزي ما قلنا في اصابات كتير وكمان اثرتوا انكم النهارده يعني تريحوا حسين الشحات علي معلول، يعني كان فلسفتكم ايه النهارده في اختيار التشكيل وتريح وراحه العناصر المهمه او المميزه في الفريق اللي تم يعني زي ما بنقول اجهاد الفتره اللي فاتت؟ هو الاول كان تفكيرنا طبعا في السادس نقاط وده الاهم بالنسبه لنا يعني، كان زي ما انت قلت في لعيبه الراجل فضل يريحها يعني لان لعبت كثافه مباريات كبيره جدا زي علي، حسين برضو كان حاسس بشك كده فالراجل فضل اللي هو يريحه يعني، وحمدي كان عنده موقوف كان برضو نفس القصة بالنسبة لنا، فأعتقد الحمد لله برضو الراجل بيتكلم ودايما بيقول في المؤتمرات بيقول لو عنده ثقة كبيرة في كل اللعيبة اللي موجودة، لعيبة مارن كويس بتأدي كويس النهاردة، خالد بيأدي في باك ليفت أداء مميز لحد ما طلع، ديانج النهاردة بيأدي أداء مميز، اللعيبة اللي نزلت سواء طاهر أو رأفت او الكندوسي او الناس اللي لعبت كلها وشاركت اعتقد ادت اداء مميز يعني، فاعتقد الحمد لله ده اللي بنعمل ده اللي الراجل بيتكلم عليه ويعمله فعلا، فاعتقد الحمد لله ان المباراه بالنسبه لنا قدرنا نحسمها بكل تفاصيلها يعني، ولكن نفصل دلوقتي وعندنا مباراه بقى مهمه بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهورنا ان شاء الله نركز فيها ونقدر ان شاء الله نحسمها ان شاء الله في المباراه. ده السؤال التالي كابتن سامي، يعني خلاص النهارده الاثنين يعتبر خلاص بين الثلاث، مباراه السبت مباراه مهمه جدا دور الثمانيه دوري ابطال افريقيا امام الرجاء، شايف المباراه ازاي وهيبقى برنامج الاعداد لها ازاي خاصه خلال الثلاث اربع ايام الفاضلين؟ طبعا مباراه كبيره واللي مطمنا شويه طبعا وجود الجماهير بالنسبه لنا، عدد زي نفس عدد ماتش الهلال، ادونا قوه جدا وادينا مسؤوليه وادونا دافع طول المباراه، فاعتقد ان شاء الله لو بقى لهم دور كبير معانا اللي هم ساعدونا وان احنا نقدر نحسم المباراه هنا باذن الله. شكرا كابتن سامي، اتمنى لك التوفيق ليك ان شاء الله. حبيبي شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق عقب فوز النادي الاهلي على سموحه 2-0، كل التوفيق للنادي الاهلي ودايما اقوى النادي الاهلي في المقدمه، كلمه كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق.